تعرف هلال. ضحية اليوم معروفة أنها حسناء البرلمان. وين راه هلال؟ قولوا راك شباب رواح برك. راني جاي ما تقلقيش روحك. دخلوا نسيو الماكسيموم ديالنا، نبكيوها نطلقوها مرضوها، هذه خدمتنا الله غالب أشرار. قال لي راهو يسقم، قلت واه الشباب واش يسقم بلال؟ واش راه الله يحفظ هذاك. عندك شوشة طالعة شوية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، ضيفتنا اليوم هي ما يطلق عليها في البرلمان بحسناء البرلمان. عرفت في الأيام الأخيرة أو بالأحرى في السنوات الأخيرة صعود مباشر غير محدود. ضيفتنا اليوم هي السيدة أميرة سليم، نائبة عن الجالية. أهلا بك أميرة. خليني أقول لك أميرة. أهلا بك. رماركيتي في تقديمها قلت يطلق عليها اسم حسناء البرلمان، لماذا؟ والله ما عنديش واش نقول، ما نعرفش يعني. هذه التسميه انا نفضل انه تكون عندي تسميه اخرى، اني خاصه بالنسبه للجاليه، لاني عرفت بهذا الشيء يعني احسن من حسناء البرلمان. نائبات على البرلمان يقولوا اميره هي اللي كانت تمشي في الهضره وتقول سميوني حسناء البرلمان، حتى معروفين النائبات اللي يقولوا هذا الشيء. لا مستحيل ابدا ابدا، عمري وما عمري يعني نقبل حتى. اميره دخلت كول يعني وتقصر، ما كانش على بالها واش راه يستنى فيها مع بلال. ما نعرفش. ما تهضرش، مش يهضر. لا سمعتها وكنت من الناس اللي يعني كنت كيفاش نقول لك يعني منزعجه من الشيء هذا، لاني نفضل لا نزعج اكيد، لكن نفضل انه يتم تقييمي ليس على الشكل الخارجي. نفضل انا اعتراف اميره سليم انه تقييمها اليوم كنائبه في البرلمان هو على الشكل الخارجي ديالها. أكيد وهذا الشيء ماهوش يعني هذا الشيء أنا ما نحبوش، لأنه التقييم يكون على العمل، على المجهودات اللي يبذلها النائب وليس على المظهر الخارجي. تعرف نحبت فيك صراحتك أميرة، لأنك دوك قلتي وهذا ماشي أي نائب يقوله ولا أي مسؤول، أنه أنت يقيموك وطلعتي يعني البرلمان كذا على شكلك الخارجي ولا على عطاء ديالك ولا واش عندكم ان باجاج، فهمتي؟ لم تعرف بحسناء البرلمان تعترف اليوم امامكم، وهذا يعني خصله على حساب واش راه يبان. اميره ما فهمتناش مليح، قيمت لي جمالها هذه هي. نعم يا مشاهدينا الكرام تابعوا معنا الفيديو تاعنا. هي النائب عن الجالية الممثلة للمنطقة الثالثة عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم، حسناء البرلمان كما تلقب. مسارها النضالي صفر، أول كشف راتب لها نائب برلماني. تساؤلات عدة تطرح حول دخولها قبة البرلمان بأقل من 99 صوتاً فقط في انتخابات قطعتها الجالية الجزائرية بدول المغرب العربي والشرق الأوسط. أميرة سليم معروفة بقربها من دوائر صناعة القرار. هذه الحسناء تملك استثمارات ضخمة بتونس، شقق عقرت بدول الخليج وما خفي أعظم. حسناء البرلمان في شجارات يومية مع زميلاتها بقبة البرلمان. من هي الأجمل؟ من هي الأكثر أناقة؟ مصاريفها اليومية تتجاوز 5000 دولار. لا لازم نوضح شيء. لا ما توضحيش. اسمح لي. لا ما قلتش طلعت البرلمان لأني حسناء. لا لازم نوضح، ما قلتش هكا، قلت لك أنا كنت نتمنى يتم تقييمي العمل البرلماني. أنا طلعت أخي الكريم نقول لك حاجة، أنا في الانتخابات التشريعية 2012 التعب يعني اللي تعبته وال يعني
كيفاش نقول لك يعني، يقولوا جاب 99 صوت، هذا ليس صحيح. كل ما قيل غير صحيح. يس لا أميرة، انت اكدتي لنا قبل ما يبدا اول راتب ليس لي اول راتب. لا أميرة. أميرة. أميرة سليم قالت في استوديو الآن ماشي في الفيتيار إنه أنا تقيموني على جمالي ما قيمونيش على العطاء ديالي. إيه؟ وهذا واش كنا إحنا وجزنا له؟ صح أنتم قلنا بلي عفسنا دوك نقولوا كيما قلتي أنتم سارها النضالي صفر دخلت بالراتب، هذا كله غير صحيح. أميرة سليم هذا تصحيح الفيتيار، أميرة سليم ما طلعتش البرلمان على جال جمالها، ولكن طلعت البرلمان قيمت على جال جمالها. هذا هو قيمت. نحكي من بعد ليس قبل. أميرة ليس فهمت واش راح يقول يعني بلال وبدات تتقلق. لا لا هنا نقول لك لا لا استثمارات ديالك تونس. ما عندي حتى استثمارات، وجيب لي دليل. اعطيني دليل. أربع فنادق في جوج الحمامات ياسمين، واحدة في المرسى وواحدة في قرطاج. أبو باسمي أنا؟ تاعي؟ ما عندي حتى علاقة. عرفنا أميرة، هنا لحقنا البيت القصير. سي غاف. علاش؟ هنا لحقنا البيت القصير. إيه. قلتي باسمي. إيه. يعني تاعي. مش باسمك. كيفاش مش باسمي؟ باسم بنتي. عندك دليل؟ أعطيني دليل. عندنا دليل. هات الدليل. لا 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 لا. احنا دليل. هنا نقدر نقاضيك، اسمح لي، باسكو راك تتهم فيا. هذه تهمة. مش تهمة. لا لا اسمح لي، أنا ماذا علاش؟ تعطيني اللي ما عنديش. ما عنديش. كيفاش بنتك تقدر دير دو زوتيل؟ كيفاش بنتي تقدر أنا نعرف ربيها بنتك صغيرة يعني. كيفاش عندها دو زوتيل؟ أعطيني ما يثبت. أعطيني ما يثبت، لا لا ما تتكلمش معايا بالكلام. أعطيني ما يثبت، نتحداك. نتحداك هنا على المباشر. القانون القانوني منع علينا أنه لا 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 نتحداك. لا 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 تقول لي طفلة قاصر ولا هذي. طفلة صغيرة ما نقدرش. نتحداك يا أخي بلال، تقول لي تعطيني دليل واحد فقط إني عندي حاجة ليا ولا لبنتي في تونس. نتحداك حتى في الجزائر. هذه تهمة كبيرة وش بيك؟ مع المستشار القانوني ديالنا. نستنى. إذا يمكن. مش إذا يمكن كيفاش؟ إذا يمكن نشرب لك طفلة صغيرة نشرب. الله يخليك حمزة، شوف لي مع المستشار القانوني إذا كاين، إذا يسمح لنا القانون. إيه. لا 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 أنشر أنشر. مليحة هذه ملكتوني. نعم دوكي أرم يتصلوا بالمستشار القانوني إذا يمكننا أن ننشروا الوثيقة. لأنه طفلة صغيرة. لا لا اجبدوا الوثيقة ونحب نسخة. لا اسمح لي، منين جبتوها النسخة هذه؟ منين جبتوها؟ لأنه غير ما كاينش منها. أنا ما حبيناش احتراما ليك واحتراما لا 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 بالعكس بالعكس، نحن هنا باش نهضروا خي على المباشر ونتكلموا جريء جدا. بالعكس يا أخي أنا نتحدى أي إنسان خوفاً. يقول لا ما تقوليش خوفا، مانيش خايفة مانيش خايفة. لا لا ما أميرة حنينة وغير جبدلها بلال على بنتها، دمعة دارت في عينيها. أنا عندي بنتي صح، ما عندها حد شي باسمها، ما عندها حد شي باسمها، ونتحدى أي إنسان يقول لي عندها أي حاجة باسمها بنتي. هناك عاجل يشار لي أنه الرئاسة بوتفليقة يقرر حل البرلمان بغرفة عدالة. فتح تحقيقات حول النواب دخلوا عالم الثراء الفاحش. المهم أنا خاطين. ما باش تكون على علم. نائب العام كان يتابع المباشر على حساب وش راه يشير للآن، لأنه الأمر خطير جدا. أنه نائب يمثل الجزائر في الجالية، يمثل الجالية في الجزائر، وعدد من النواب يشار لي مش غير أميرة سليم يغتنم الفرصة باش يكون ثروة على خلينا نقولها على كتف الزوالية، على كتف شبابنا اللي راهو في الخارج. البكاء عليه ليس حالي وربي عالم. ليس أميرة. حالي أميرة كنا طرقنا لزوتيل في تونس. ما عنديش. يشار لي أن هناك خبر آخر، نائب حسن عريبي وأميرة سليم على رأس القائمة. نائب حسن عريبي على بالك علاش؟ إيه ما نعرفش. إيه معليش أنا ما عندي حد. هو مش قضية بالعكس. هو مش قضية فساد تعمل. لا لا الحمد لله. بالعكس. قضية سياسية كانت في التسعينات، أميرة سليم قضية فساد مالي. خرجتك الأخيرة ضد قطر. إيه؟ حسب ما يشار كذلك في الملف
الذي كان أمامي منذ قليل يقال أنه أردت الاستثمار في قطر ولكنهم قطعوا عليك تريح. الحمد لله أنه مشى معايا حتى مراسل من قناة النهار تي في. ما مراسل مش هيدخل معك الكواليس أمير. ماشي الكواليس كانوا مرافقني في كل وقت. نحن قعدنا 4 أيام أي استثمار أخي. هذا الشيء عيب يعني. أنا فريمون نتأسف للشيء هذا يعني اللي راي اتهامات جد وخطيرة. أميرة خليني لا 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 نصبح لا أنا لا معك نصبح أنا لا معك لا هذا. بالعكس لا لا هذا نصبح أنا معطيلك في بيشر. لا لا علاش تكون وعلاش تحب تتكلم تكلم أنا اللي باش نتكلم. اسمح لي تقول لي ملفات. أنا اليوم نطالب ولأن اليوم أمام الجالية الجزائرية تم يعني إعطاء صورة خاطئة على صورة خاطئة. هذه صورة أميرة سليم. لا 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 خويا راك لا خويا غلط ونتحداك أمام الكاميرا نتحداك أمام كل الجزائريين مع كل أسف نتحداك. ما تتكلمش معايا هكذاك. جيب لي ملفات. دايما يبلعن شي تحدى النايب العام تاعي ما بيسو القضاء. النايب العام باش يلفق لي تهمه. واش باش يلفق؟ باش يفتح قضيه. يفتح قضيه يفرض امامه. والله يفتح قضيه. راني هنا ومستعده لكل شيء. انا نقول لك والله مستعده ونرجع للمنبر هذا وانت وحدك تطلب مني السماح. لا لا تطلب مني السماح لانكم اتهمتوني. طلعتي للبرلمان على مش على النضال قامت بها اميره سليم. نظلت معليش نظلت أخي نظلت. أميرة سليم انت اعترفتي انك طلعتي بجامعة. نظلت. لا 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 لا, لا لم أعترف. لم تالي أعترف تالي. من فضلك تالي تالي لم أعترف. انتي راح نخرج. لا 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 أميرة سليم راكي على المباشر لما تخرجي من القاعة. أميرة سليم تبقى أونيت الله يرجعك. والله نمشي طول المحكمة. يا خالص درتو بيا. لا لا هلا أقول محمد معايا لدي الصفقات يا رب الصفقات استثمر عليك ما جاوبتنيش قبيل تسامي. صح رمضانكم ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. نقول كذلك صح رمضانكم كل الجاليه الجزائريه خاصه الموجوده بالمنطقه الثالثه وصح عليكم قناه النهار زعما نحبكم بصح راكم حكمتوني. انا نقدر نقاضيك اسمح لي باسكو راك تتهم فيا. أميرة أنت صح حسنة بالصح النهار لسقولك هاد البلا وسمحينا على كل ما جاء. عاجل